ما تصحكوش بس انا بعمله انا مش تعب. بحط زيت زيتون وبحط ثوم بحط زبادي بحط كل حاجه بتتحط. ومش الدنيا بقى المامي خالص. لا ما هي مامي اللي بتجبرني اعمل كده، انا مش ببقى عايزه اعمل كده، مامي اللي بتجبرني اعمل كده. لا كريم عادي، ما بستخدمش ماسكارا في وشي بصراحه، ما بستحملش بقى الريحه، ما كده كتير قوي فبحط كريم. كفايه بقى يعني، والله بقى ماشيه مخروجه من الريحه. مامتي اثر في شخصيتك ازاي؟ الصبر، صبور جدا جدا جدا.